شد مزيان قرب شويه طلع شويه. كيفاش كان العرض اليوم السي وديع؟ بالنسبه للجمهور الرباطي حنا راه معودنا انه دائما في الحضور ديالو العروض ديالنا الا وتيكون ساتيسفي لواحد الدرجه ديال كيكون يعني بوبليك زوين، يعني ملي حنايا كنقدموا ليه واحد البرودوي زوين يعني كيتفاعل معنا وكيدور. راكم حضرتوا العرض تقريبا وشفتوا كيفاش داز، يعني داز طوب. هذه من جهه، من جهه اخرى لا يسعني سوى القول ان الفضل كان كيرجع السي سعيد، لان بلا بيه ما كان والو. هي جرأة، هي الجمهور كيفاش يتعامل معنا اليوم؟ ربما يحتاج داك الخوف اللي كان عندنا ديال اول مره كنجربوا هاد الباساج اللي عندنا في إيموراجي. كنا خايفين بزاف حيت شي حاجه كتجربها اول مره، الوغ ديما كتكون خايف منها. يعني صراحه تفاجئنا ان داكشي اللي دربنا عليه واللي اللي وجدناه كان في المستوى، الحمد لله. الجديد ديالنا هو لو سبيكتاكل ديالنا، ساعة ونص ديال الضحك في كازا، غيكون نهار 16. السميه ديالو انا سعيد يا وديع. سهل، انا سعيد يا وديع. هاد البيريود تقريبا نقول لك ما كناش كنتابعوها مزيان حيت كانت عندنا بريباراسيون لي سبيكتاكل ديالنا ولو شاو ديالنا، دونك كونسونطري اكثر على يعني ما كاينش الوقت كاع في رمضان باش ممكن ليا نقول لك ان جميع الاعمال مزيانه. هي واقيلا غير لانها واحد الاعمال، اي عمل تبذل فيه مجهود وتعطاه وقته بالنسبه لي انا مزيان، غير كتبقى التفاعل ديال الجمهور كيبقى على حساب البرودوي واش هو تعطاه حقه ولا لا، وهذا هو الاصل. الجمهور ديال سلطانه كنقول لكم ان شاء الله غتشوفونا في تشوفونا وقوله بجوج تشوفونا، زعما راه ما قلتش تشوفوني، قلت غتشوفونا السوق، ما ديرش لي ستيل احمر. غتشوفونا في بزاف ديال العروض اللي زوينه ان شاء الله واللي غتكون في المستوى. ورمضان مبارك سعيد ووادي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.